السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحذر نفسي وإياكم أن نكون من هذا النوع، هذا النوع الذي أصبح يجسد خطرا على نفسه، ولم لا؟ والله سبحانه وتعالى يقول: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وقال تعالى: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وقال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فهذا النوع ربما يأكل معك ويشرب معك وينام معك وعنده صداقة حميمة، ولكنه إذا خاصم فجر. والنبي عليه السلام يقول: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي رواية: وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فأحذر نفسي وإياكم من هذا النوع. أنت مهما يكون بينك وبين واحد صداقة، ويحصل بعد كده أي موقف بينكم، ما تطلعش تنشر الغسيل الوسخ. يا أخي اتق الله في كل لفظ، إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم 70 خريفا. الكلمة خطيرة، وما تجيش علشان هو زعلك في حاجة، أو ظلمك في حاجة، أو ما زعلكش وإنت الغلطان، تصبح تشنع عليه بالليل والنهار وتقذفه بكلام لا يرضي الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال. ورضغة الخبال عصارة أهل النار. أسأل الله أن يجعلنا لكم من المؤمنين الصادقين، وأن نكون من الأوفياء الأتقياء. وأوصيكم بالحرص على الطاعات في هذه الأيام المباركات، فنحن في الأشهر الحرم. والسلام عليكم ورحمة الله.